لما بقى تحتسب تسلل يبقى يعني يبقى الحكم هو الفيصل. شوف التمريرات اللي في العمق، شغله حلوه قوي، فرصه هدف ثالث، انطلاقه أليكسيس سانشيز يسجل، أليكسيس سانشيز يسجل بألوان فريق نادي برشلونه. ادي امامنا هنا يعني المكاسب بالجمله في هذه الليله، كره الهدف الثالث، دفاع فياريال حكايه حكايه النهارده، شوارع شوارع فريق فياريال. ادي امامنا أليكسيس سانشيز اللاعب التشيلي الوافد الجديد يسجل في الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني اول اهدافه في هذه طبعا اللحظه، يتلقى ايضا الانذار لانه خلع الفانيلا. وادي امامنا هنا النتيجه واضحه على بورخا باليرو، وادي الحوار ما زال حوار مستمر ما بين جوارديولا وفيلانوفا، والحوار سيستمر والمطارده تستمر. ريال مدريد هو من على القمه، شوف التمريره وشوف اتشالت ازاي، يا سلام يا تيجو يا سلام يا تيجو، عملها حلوه قوي. وأليكسيس سانشيز ينطلق في يعني اوريول، ماذا تفعل يا اوريول؟ يرفع ايده عايز يعمل سلطه تسلل، لكن جوزيل رودريجيز سرحان.